بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السماحة العلماء، السادة الخبراء والأساتذة المتخصصين والباحثين، الحضور الأكارم، كل بصفته ولقبه ومكانته، طلابنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء نتقدم بجزيل الشكر لجامعة العلوم التطبيقية على استضافتها لهذا المؤتمر المهم، كما نشعر بسعادة كبيرة لانعقاد المؤتمر الأول لدبلوم دراسات القدس وبالمضامين العلمية الجادة التي يحتويها، وبمشاركة ثلة متميزة من الأساتذة الخبراء ومن الباحثين الواعدين المتميزين. وأيضاً تغمرنا السعادة بتخريج الدفعة الأولى من طلبة دبلوم الدراسات القدس، دبلوم إسحاق الفرحان عليه رحمة الله. وفي هذا المقام أيضاً نهنئ فريق العمل في ملتقى القدس الثقافي وفريق تدريس الدبلومة على الجهد الكبير في إنجاح هذه التجربة المباركة. هذه الدراسات تتميز بأنها دراسات علمية منهجية موضوعية معمقة، يقدمها أساتذة متخصصون، وتشرف عليها هيئة علمية لها مكانتها المرموقة، فبالتالي هي نموذج لعمل متميز وكبير نرجو أن يستمر وأن يتسع. وفي رأيي فإن دراسات القدس تدخل في هذا الزمان في أولويات الدراسات العلمية التي نحتاجها، والتي يجب أن تكون لها مكانتها المتقدمة في فقه الأولويات وفي فقه النوازل، لأنها بشكل عام مرتبطة بهوية الأمة وبتراثها وبالأرض المباركة المقدسة، ومرتبطة بمعرفة العدو ومخططاته وجرائمه ومخاطره على الأمة وعلى كل ما يتعلق بالأمن الوطني والأمن القومي وكل ما يتعلق بحفظ الهوية الإسلامية لهذا الوطن وللشعب وللمقدسات، وبالتالي هي مرتبطة بتحقيق المصالح العليا للوطن والأمة. الأساتذة الأكارم، إخواني وأخواتي الفضلاء، في الحقيقة نحن نعاني في هذا الزمان من كثير من ضياع البوصلة ومن تشتت الاهتمامات ومن خلخلة في الأولويات، ولذلك نجد على نطاق واسع في ظروفنا التي نعيشها انشغالاً كبيراً بالأمور الثانوية على حساب الأمور الكبرى، انشغالاً بوسائل اللهو وبالفن الهابط والأزياء والطبخ وغيرها التي تتابع بالملايين، بينما لا تجد القضايا الكبرى والحساسة التي تمس المصالح العليا إلا قليلا من الاهتمام، قياسا بذلك الذي نراه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا ربما يذكرنا بكتاب كتبه الفيلسوف الكندي المعروف ألان دونو عما يسمى نظام التفاهة، الذي يتحدث فيه عن سيطرة منظومات التفاهة والتافهين على مناحي الحياة ومكافأة الرداءة والتفاهة عوضا عن العمل الجاد المثمر الملتزم، وانتشار مثل هكذا ثقافة في بيئاتنا العربية والإسلامية وفي بيئات تواجه مشروعا صهيونيا عالميا يستهدف الأمة وثقافتها ودينها وحضارتها، انتشار هكذا ثقافات هو أمر خطير على كل مشروعنا النهضوي والحضاري، لأن سيطرة هذه الأفكار وهذه المنظومات تغير من الأولويات وتحرف البوصلة وتحرف العمل الجاد عن مكانه الحقيقي الملتزم. ولذلك فسيادة ما يعرف بمنطق اللذة والمنفعة والأعمال الهابطة
وتسليع القيم وتسليع حتى الإنسان وتغول الطابع التبسيطي على الحياة يمثل حالة خطر على هوية الأمة وعلى تراثها وعلى أولويات عملها في بيئة تحتاج الأمة إلى أن تستنهض كافة قدراتها وإمكاناتها لمواجهة التحديات وللتقدم في مناح الحضارة والتقدم. ربما قبل أن يكتب آلان دونو كتابه نظام التفاهة جاء التعبير الخالد قبل أكثر من 1400 سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحديد الأولويات وعن التأكيد على الاهتمام بعظائم الأمور في حديثه الصحيح الذي قال فيه: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وعندما نتحدث عن القدس وعن دراسات القدس فنحن نتحدث عن معالي الأمور. ولذلك فإننا نقول إننا عندما نريد أن نتقدم في مشاريع النهضة والصعود الحضاري وإعادة توجيه البوصلة في اتجاهها الصحيح فإن هذا يقتضي أن تكون القدس في عمق وصلب اهتماماتنا. فهنيئاً للخريجين وهنيئاً لهذه الثلة المباركة على نجاحها وعملها، وهنيئاً لملتقى القدس الثقافي على عمله المثمر، وأتمنى للخريجين كل التوفيق، وأتمنى لملتقى القدس الثقافي كل نجاح. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.